مفاجأة تدخل عاجل لأردوغان لحسم أزمة سد النهضة، ومفاجأة البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر، ومفاجأة كبرى نكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، وخبر صار جدا من الحكومة المصرية لكل المصريين بننشر لحضراتكم التفاصيل، وصدمة تفاصيل انتحار طالب بطريقة مأساوية في محافظة مصرية بسبب الثانوية العامة بننشر التفاصيل، وعاجل مصر تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي الأول من نوعه ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، ومفاجأة البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر الأحمر. نفذت القوات البحرية المصرية وقوات البحرية الأمريكية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك الفرقات المصرية سجم طابة والطراد الأمريكي USS مونتيري، وذلك بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية. وشملت فعاليات التدريب عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية، وذلك بحضور المختصين من كلا الجانبين، أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي خاصة في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري، وبما يهدف إلى تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية. وتعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين مصر وأمريكا تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة كبرى نكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. كشف مصدر مقرب من عائلة الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات حالتها الصحية، وضح أنها تحسنت بشكل كبير ولا زالت تجري فحوصات طبية جديدة للوقوف على تطورات حالتها. وأكد المصدر أن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز يعمل على إنهاء إجراءات السفر الخاصة به خلال هذه الأيام ليلحق بزوجته إلى سويسرا، حيث إنه لم يتمكن من السفر معها بسبب تأشيرة السفر. يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت خضعت لعملية جراحية منذ فترة قريبة، لكن حدثت معها مضاعفات تسببت في تدهور حالتها، الأمر الذي جعلها تسافر لسويسرا لاستكمال علاج في هذه البلد. مصدر معانا كامل الوطن، ونتمنى يا رب الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز. ندخل مع بعض في خبر آخر، وتدخل عاجل لأردوغان ومختلف لحسم أزمة سد النهضة. أعلنت رئاسة الجمهورية التركية أن رئيس الوزراء أبي أحمد سيجري زيارة رسمية إلى البلاد اليوم، ووفقا لما ذكرته وكالة الأناضول المملوكة للنظام التركي الحاكم. ذكرت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن زيارة أبي أحمد لتركيا تأتي تلبية لدعوة الرئيس أردوغان، وأوضحت دائرة الاتصالات التركية أن زيارة أبي أحمد تنطوي على أهمية بالغة لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإثيوبيا. البيان أضاف أن أردوغان وأبي أحمد سيبحثان العلاقات الثنائية بكامل جوانبها وسبل تعزيزها في كافة المجالات والقطاعات، كما سيبحثان عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين. فيما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس التركي هيقوم بمناقشة أزمة سد النهضة مع أبي أحمد لحسم الخلاف والتوصل لحل نهائي. ومنذ عدة أيام أعرب أردوغان
خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن تركيا قلقة من التوتر الحاصل بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن ملف سد النهضة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة روسيا اليوم. يذكر أن الرئيس التركي استقبل الخميس الماضي في مراسم عسكرية بالمجمع الرئاسي بأنقرة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك وفقا لوكالة الأناضول التركية. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وعاوز أعرف رأيكم في تدخل أردوغان في هذا الملف، أنتظر تعليقات حضراتكم. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وخبر صار جدا من الحكومة لكل المصريين. وأفاد البنك المركزي المصري في بيان بأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزت في مايو 2021 ل 2.6 مليار دولار بدلا من 1.8 مليار قبل عام. وأضاف المركزي في بيان صحفي أن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية 2021 إلى 28.5 مليار دولار. وللمقارنة فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قبل عام مستوى 25.2 مليار دولار. مصدر معانا كان من رويترز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وصدمة تفاصيل انتحار طالب بطريقة مأساوية في محافظة مصرية بسبب الثانوية العامة. أقدم طالب على الانتحار شنقا لرسوبه في الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة مباشرة بمحافظة قنا في مصر. وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اخطارا من غرفة العمليات بمصر عبد الله عين عين 18 سنة طالب في الثانوية العامة، شنق نفسه بعد رسوبه في الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى أبو تشت تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. مصدر معانا كامل الوطن، ربنا يرحمه ويغفر له، مش هقدر أقول أكتر من كده. أتمنى يعني أن أهل الطلاب اللي في الثانوية العامة ما يضغطوش على أولادهم، لأن أصلا هم مضغوطين. أتمنى أن الأهالي تستوعب أن الثانوية العامة ده مش مقياس لنجاح الشخص في حياته عامة، هي فقط مرحلة. ممكن أصلا عمل ابن حضرتك ما بقاش لي علاقة بالحاجة اللي هو تعلمها في المدرسة أو في الكلية اللي هو هيخشها. أتمنى من أولياء الأمور احتواء الطلاب عشان مستقبلهم إن شاء الله يكون أفضل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل مصر تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي الأول من نوعه. وأعلن الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية محمد القوصي أنه من المقرر إطلاق أول قمر صناعي من نوع كيوبسات ضمن البرنامج التدريبي لتصنيع قمر الجامعات خلال العام المقبل. وأضاف قوصي أن قمر الجامعات مكوناته وتصميمه واختباراته مصرية خالصة 100%، موضحا أنه تم الانتهاء من تصميم القمر ويجرى حاليا العمل على تنفيذ الاختبارات البيئية للقمر للتأكد من الجاهزية في الفضاء لإطلاقه في النصف الثاني من عام 2022. وأكد أن الوكالة قدمت الدعم الكامل للطلاب سواء من الناحية العلمية والتقنية بمشاركة متخصصين في مختلف المجالات من أعضاء الوكالة، كما قدم كذلك الدعم المالي لتلك المشروعات المتميزة. من جانبه أوضح الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء أن البرنامج التدريبي الخاص بقمر الجامعات بدأ عام 2016 ويستهدف توطين صناعة الفضاء وتنمية قدرات الطلاب المصريين من خلال تدريب طلاب الجامعات على تصميم مكونات الأقمار الصناعية. وكشف عن تفاصيل القمر الصناعي الأول للجامعات المصرية والذي شارك فيه طلاب الجامعات المصرية تحت إشراف خبراء الوكالة، حيث يساوي حجمه 10 سنتي في 10 سنتي ويزن حوالي 1.3 كيلوغرام، وهو قمر خاص بالاستشعار عن بعد، وتم تزويده بكاميرا تصوير لالتقاط بعض الصور لكوكب الأرض، وسيتم إطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية على مدار 450 كيلو، وعمره الافتراضي من 4 أشهر وحتى العام. المصدر معانا كامل الوطن، خطوة جميلة ومميزة جدا، مصر تقوم بتصنيع قمر صناعي من الألف إلى الياء.
بنسبة 100%. الاختبارات والمكونات والتصميم كلها مصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر صار، ومهندس مصري يقدم روبوت لاستخراج المياه من الهواء. كشف المهندس المصري محمود الكومي الحاصل على جائزة جنيف للاختراع تفاصيل اختراعه روبوت يستخرج مياه الشرب من الهواء، وقال إن الروبوت يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، إذ يربط مجال الذكاء الاصطناعي بمجال الفضاء وتكنولوجيا توليد المياه، ويعد هو أول روبوت يولد مياه على سطح المريخ. وأضاف كومي خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أن الظروف على المريخ أصعب كثيرا بالمقارنة مع الأرض، فيحتاج الجهاز على الأرض 15% من الرطوبة فقط لتشغيله، بينما يحتاج في المريخ إلى نسبة أكبر. وأشار المخترع المصري إلى أن الروبوت يستطيع تكثيف الرطوبة على سطح المريخ، وتم تجربة الروبوت في نفس الظروف التي على المريخ سواء بالنسبة لدرجة الحرارة أو الرطوبة، لافتا إلى أن وزيرة البيئة وفرت له معملا لتحليل المياه، وهي تبنت الموضوع ورأت أنه مشروع واعد موجها الشكر لها. وأوضح كومي أن الروبوت يستطيع استكشاف المناطق في الفضاء التي يكون بها أعلى رطوبة لوضع محطة لتوليد المياه، ولفت أن هذا الاختراع على الأرض يفك شفرة الحضارة المصرية، إذ أن المصري مرتبط بمصادر المياه العادية منذ فجر التاريخ، وبالتالي تكاثفت الكتلة السكانية على ضفاف النيل ولم يتم استغلال الصحراء. والاختراع الجديد من شأنه خلق مدن في الصحراء، ونوه أن تحلية مياه البحر مكلفة للغاية وأكثر من تكلفة المياه العادية، إذ أن تكلفة لتر المياه العادية 20 سنتا، بينما تكلفة لتر المياه في الجهاز 1.5 سنت فقط. وأكد أنه بأقل طاقة في جهاز الروبوت يمكن توليد المياه بكميات كبيرة، ويمكن استخدامها في الصحراء عن طريق لوحات للطاقة الشمسية، وبالتالي يمكن استصلاح الكثير من المدن وسط الصحراء دون تكاليف مرتفعة. مصدر معانا كامل الوطن، نتمنى أن هذا الشيء يعني يكون يعني صحيح وجيد، ولو فعلا حقيقي تقوم الدولة باستخدام هذه التقنية الجديدة لخلق مدن جديدة في الصحراء. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون ما طولتش على حضراتكم إن شاء الله، ولو استفدتم ياريت تعملوا مشاركة للفيديو على صفحتكم الشخصية أو في المجموعات اللي انتوا بتتابعوها. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.